السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي بينت: رئيس الوزراء تشديد الرقابة على صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة، لجنة تحقيق بالسلمانية لمراجعة آليات صرف الأدوية، ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في أولى صفحاتها: ولي العهد، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب وطني، رفع التكبيرات في المساجد وصلاة العيد في البيوت. مملكة البحرين تدشن أول مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في شهر أكتوبر القادم. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: سمو رئيس الوزراء يأمر الصحة بتخفيض العقوبات على المخالفين. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي عنونت في أولى صفحاتها: التنسيقية تقرر إعادة افتتاح عدة قطاعات تدريجيا، عطلة العيد من الخميس إلى الثلاثاء. إلى أبرز ما جاء في الصحف المحلية حول كوفيد-19، حيث لفتت صحيفة الأيام أنه خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر إعادة فتح عدة قطاعات تدريجياً. هذا وكتب الكاتب عبد الله الأيوبي مقالا في صحيفة أخبار الخليج، فإلى المقال. مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة أهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، خاصة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك لمقتضيات الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات لتجنب ارتفاع الحالات والتقليل من انتشار فيروس كورونا. سبق القول ويجب التكرار بأن مسؤولية التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة وتصفير انتشار الفيروس لا تقع على كاهل المؤسسات الصحية والأمنية وحدها، إنما هي مسؤولية الجميع من دون استثناء، فالجميع عليه أن يؤدي دوره في مثل هذه الظروف، ذلك أن الخطر لا يستثني أحداً. هذا ونشر صحيفة الأيام أن وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أكد على أهمية اختصار التجمعات خلال عيد الأضحى على العائلة الصغيرة للساكنين بنفس المنزل، مع الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند التواجد بقرب كبار المواطنين وممن يعانون من ظروف صحية كامنة. وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي كشف لصحيفة الوطن عن قيام الوزارة بإنشاء استوديو طلابي في مدرسة وادي السيل بالتنسيق مع وزارة شؤون الأعلام لتسجيل الدروس للفصل الدراسي المقبل. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن إدارة الأوقاف السنية أصدرت بياناً بشأن رفع التكبيرات من كافة جوامع ومساجد مملكة البحرين في الساعة 5 صباحاً، كما وجهت بأن تؤدي صلاة العيد من قبل المصلين في البيوت بدءاً من الساعة 5:31 صباحاً. وبقلم فوزية رشيد نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: كورونا وحرية العبادة الجماعية، فإلى سطور هذا المقال.
حج لا يشبه غيره هذا العام. لم يكن يتصور المسلمون أن فيروسا غير مرئي سيعطل الحياة البشرية ويعطل العبادة الجماعية لهم في بيوت الله وفي البيت الحرام، أو يوقف تلك الطاقة الإيجابية الناجمة عن صلاة الجماعة وتعبدهم في مكان واحد. الحج في زمن انتشار كورونا غير الحج في الأزمنة الطبيعية، وستبقى الأبصار معلقة بالحرم وأماكن الشعائر، وقلوب المسلمين معلقة بيوم عرفة وكأنهم هناك مع اختلاف مشهد اكتظاظ الحشود المعتاد كل عام. نسأل الله أن يعيد علينا مشهد الحج القادم كما اعتاده المسلمون دائما، فالإنسان كائن اجتماعي حتى في مناسبات العبادة كالحج والعمرة وصلاة المساجد وصلاة العيد. نقل صحيفة البلاد أن عضو مجلس الأوقاف الجعفرية رئيس لجنة المأتم والمساجد عبد الجليل العويناتي أكد أن الأوقاف الجعفرية تعمل على دراسة الإجراءات المناسبة لاستقبال شهر محرم القادم وفقا لمرئيات اللجنة التنسيقية والظروف الصحية الراهنة. إلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح، حيث لفتت صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أصدر قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو من العام الحالي. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور صرح بأن الإدارة اتخذت كل الاستعدادات لانسياب الحركة المرورية خلال عيد الأضحى المبارك خلال توزيع الدوريات المرورية على الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي كشف عن افتتاح أول مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر القادم. لفت صحيفة الأيام أن وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد حسن أكد أن المسالخ العشوائية غير المرخصة توقفت عن الذبح استجابة للحملات التي قامت بتنظيمها وكالة الثروة الحيوانية. بيّن صحيفة الأيام أن القائمين على برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يستعدون لاستقبال مرشحي الدفعة السادسة من البرنامج مع قرب انتهاء فترة التسجيل في 2 أغسطس المقبل على الموقع الخاص بالتسجيل. هذا وكتب الكاتب عبد علي القصر مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان المشروعات الشبابية الخاصة، وقال فيه ما يلي: مع تضخم حجم العمالة الوافدة لدينا وما يرافق ذلك من صعوبة نيل وظيفة، قرر الكثير من الشباب المبادرة بإقامة مشروعات خاصة بهم والتي لا تتطلب خبرة ورأس مال كبيرين. يتمتع الشباب بمخزون من الأفكار الجديدة والخلاقة في كل المجالات، ويمتلكون الدافع والثقة بالنفس لإقامة مشروعاتهم الخاصة. يبقى رأس المال أبرز تحد لمشاريعهم. من واجب المؤسسات مساعدة هؤلاء الشباب وتوفير ما يحتاجونه من بيانات اقتصادية وبرامج استثمارية لتشجيع ودعم وحماية المشروعات الشبابية وتأمين ظروف عملها وفق المعايير الاقتصادية، ولا بد من زيادة الوعي المجتمعي بهذه المشاريع وتشجيع الشباب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وتحويل أفكارهم
إلى مشاريع تجارية ناجحة. نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة الصحة باشرت بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات للتحكم في آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة. بيّنت صحيفة الوطن أن حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم في التوافد على صعيد منى لقضاء يوم التروية استعداداً لأداء الركن الأعظم من الحج يوم غد الخميس. وكالعادة إلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.